بعد الإشارة إلى إصابته بفيروس كورونا وتغيبه عن جلسة الاستجواب في مجلس النواب، أكدت دائرة صحة الكرخ اختفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي مع عائلته. وبحسب وثيقة صادرة من دائرة صحة الكرخ حصلت عليها الإخبارية العراقية، تؤكد الوثيقة تشكيل فريق طبي من المركز الصحي في منطقة القادسية ببغداد لمتابعة الملامسين للمصاب بفيروس كورونا وفتح ملف علاجي له ومتابعة حالته الصحية بشكل يومي. إلا أن الفريق الطبي وبعد وصوله لبيت المصاب تبين له أن الخويلدي غادر منزله لجهة مجهولة مع جميع أفراد عائلته، وحين تم الاتصال هاتفيا برقم المصاب كان الرد بأن العائلة في محافظة نجف الأشرف ورفض تزويدهم بالعنوان.